ويقرب لك؟ لا ما يقرب لي. ليش شايف في شبه بيني وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص. بس حضرتك مين؟ لان في موضوع كده حيوي عن كفته لازم احكيه لاقرب واحد لي. انا عامر عز اخويا وهو يعزني وانا عزه. بس كده كفايه خالص. شوف يا استاذ عامر، الموضوع ان كفته عندي دايما في العياده، كل تاريخه المرضي عندي، فحوصاته واشعاعاته وتحاليله كل حاجه. واحب اقول لك بخبرتي والمامي بالموضوع، كفته مش هيطول، 10 ايام بالكتير وكفته هيودع. يودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفته وعاوز تسعده اخر 10 ايام ابسطه، اسعده، فرفشه، عيشه في سعاده وسرور وكوبايات في ثواني بتدور، حقق له احلامه يا عامر. معقوله؟ معقوله كفته راح يروح مننا بدي سهوله؟ المهم يا عيال ما يموت كفته وزعلان على احد فينا. انت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه. يا عيال لازم كفته يحللنا ويبيحنا ويعيش اخر ايامه بسعاده. كفته لو ما سامحنا ما حنتوفق. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كيك مكنكا، كيك مكنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك. بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفته، سامحني تكفى، والله ما عاد اعودها. وعادي انت بتطقني عادي، ترى طقني. اسف ما اقدر، اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفته كفته امزح يا كفته. عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته وينك من امس؟ ادق على جوالك مقفل. انت صاحي؟ مو جابك عند بيتنا؟ ابد، جيت اطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفته. يا لا تبوسني يا اخي. هذا جزاتي، احبك وجاي اطمن عليك تسوي فيني كذا يا كفته؟ اصلا اكثر واحد يكرهني انت. قسما بالله غير صحيح، لا تسمع كلام العذال يا كفته. اقول لك انا عندي مشاوير ماني فاضي حق البربره حقك هذه. يلا مع السلامه. والله والله ما تقضي اي مشوار الا معي، وعلى حسابي اي شيء تشتريه. امشي.